بمشاركة عدد كبير من الدول العربية والأجنبية، حققت الجمهورية العربية السورية المركز الأول بعدد من المستويات في مسابقة الحساب الذهني. دول الأطفال نتاج عن 160 طفل كانوا بالمسابقة الأولى. هدول الأطفال كانوا أبطال ومركز أول لمستويات الحساب الذهني اللي هن من الزيرو للسفن، بيتضمن الجمع والطرح الضرب القسمي. أطفالنا اليوم عم ينافسوا أطفال بعدد كبير من دول العالم ليحصلوا على لقب البطل أو لقب المركز الأول. شارك في التصفيات نحو 65 طفلا عبر برنامج الحساب الذهني بعد أن تم تحضيرهم وتدريبهم على تقنية المعداد اليدوي أباكوس، ثم الانتقال إلى مرحلة الخيال في الحساب الذهني. نشتغل على الدماغ الأيمن والأيسر للطفل عن طريق آلة السوروبان المعداد الياباني، بيقوي الذكاء للطفل، الذاكرة بصير عنده سرعة بالحفظ، بتذكر يعني بسرعة، كثير شغلات بتنمي بعقله بيستفيد منها في المستقبل. برنامج الحساب الذهني RHMAS المعتمد لدى مؤسسة المميزون قدم كامل الدعم للطلاب المشاركين، إضافة لتنمية المهارات التحليلية لهم عبر الاعتماد على الذاكرة الرقمية. علمت من الحساب الذهني أنه هو بنشط الذاكرة وكتير يعني بفيدنا بعمليات الحسابية، وعدوا أنه كل الأصدقاء أنه يتدربوا بالحساب الذهني ويجتهدوا مشان يجيبوا يرفعوا رأس سوريا ويجيبوا أقوى المراكز. الحساب الذهني كتير مفيد، كتير أنا بحب الحساب الذهني، مشان هيك شاركت بالمسابقة لحتى أورجي العالم أنه الحساب الذهني مفيد. أنا جاي أشارك بالمسابقة ومعتبرة حالي جاي أفوز، بس نحن هون لنتسابق ونورجي مع دول أجنبية وعربية لحتى نثبت أنه نحن رح نتأبطال. الحساب الذهني فيه أنه تكون مركز على الشغلة، ما تشتت انتباهك. يبقى الهدف واحدا، هنا سوريا، وها هم أطفالها يرسمون لوحات مشرفة عبر رفع علمهم بعلمهم. تكمن أهمية الحساب الذهني في تحسين مهارات الطفل الفكرية واكتساب الخبرات العلمية. وليد هناي، الإخبارية السورية، حلب.